واحد الحريق هنايا كان شعلات العافيه شي جبوطات صغار وحده كبيره شعلات العافيه. متوفى واحد السيد راجل كبير كيتزوج العمر ديالو ما بين 50 عام 60 عام اللي هو اللي توفى بهذا الحريق هذا. كنا كنشوفوا مريح انا ليه مع الدراري حتى كيعيط واحد السيد العافيه العافيه. طلعنا شفنا العافيه طلال على واحد الدرجه اللي ما تقدرش الجاج اللي كيتفرقع الجاج كيتفرقع كيترش عليه. طلعنا جبنا البوطات الحمراء بقينا كنطفيو عاوننا بما جات البومبيه بغينا نطفيوها شويه بما جات وجات البومبيه راه قامت تايب الواجب ديالها طفات العافيه وداك الشيء. وقيلا ساكن بوحدو ساكن بوحدو ما عنده وقيلا ولادو ماشي هنا يكونوا ليه ما عندوش وليدات ديالو ولا السيد الجار ديالنا الله يعمر ليه الدار بلي مات وما عرفنا شنو السبب كيقولوا حريق ولا على عاوتاني ما عرفتش شحال كانت الساعه بالضبط. المهم على ما نظن كانت واقيلا شي سبعه ما عقلتش ياك بابا ضريف الله يعمر ليه الدار عمرنا شفنا عليه شي حاجه خايبه هذا ما كان